السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هيبقى ريفيجن للتايمر، يغطي يعني فيديو يغطي الفيديوهات اللي فاتت كلها عن التايمر، بحيث اللي احنا بنحاول نقوله في وقت قصير، مثلا ممكن نص ساعة، أقلب بحاجات بسيطة، أزل بحاجات بسيطة، بس ما يبقاش طويل جدا يعني، بحيث إن احنا نحاول نربط لك التايمر بتاع الـ AR كله مع بعضه في فيديو واحد، بحيث اللي هو يبقى ريفيجن، وفي نفس الوقت المعلومة تثبت في دماغك، في نفس الوقت لو أنت اضطريت ترجع للتايمر في أي وقت تلاقي الفيديو ده كافي معاك بدل ما تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت كلها. بلاش نلغي كتير وندخل في الموضوع على طول. احنا اتكلمنا ان التايمر الكونسيبت الاساسي بتاعه اللي هو قاعد بيعمل كاونتنج معاك، بيعد معاك، فبيسيف العد اللي هو وصل له في ريجستر معين. قلنا ان هو كل شويه بتزود امتى في الريجستر، كل لما تجيله كلوكايه، الكلوك اللي داخله بيدخل له منين؟ قلنا اكسترنال يا انترنال. انترنال اللي هو الكلوك الاساسي اللي في المايكرو كنترولر بتاعك انت شغال عليه، البروسيسور شغال عليه، تمام. طب الكلوك بتاع المايكرو كنترولر ده وانا اهو هيدخل يعني معايا في التايمر على طول، ولا اقدر اقسمه على حاجه؟ وحبيت اقلل الكلوك، وقلنا في حاجه اسمها بريسكيلر تقدر تقسم كلوك عليه، فتبدا تدخل الكلوك بتاعك، بتدخل بريسكيلر لو انت قسمته على واحده، تدخل نفس الكلوك بتاع المايكرو كنترول لو انت قسمته على حاجه تانية زي مثلا 8 او 64 او ايا يكن، هتقدر تقلل الكلوك وتدخله على المايكرو كنترولر. تقدر تدخله يعني على الريجستر بتاعك ساعتها. قلنا كل كلوك بيبدا يزود واحد في الريجستر دون، اسم الريجستر كان تي سي ان تي في اي في ار، قلنا اللي هو 8 بت يعني بيعد من 0 ل 200 55. بعد كده قلنا عاوزين نركز في قوانين اللي هو الاف بتساوي واحد على التايم اللي هو الفريكوانسي، يعني بيساوي واحد على التايم، او التايم بتساوي واحد على الفريكوانسي. وقلنا لما حد يقول لك انت شغال على تايمر 1 ميجا هرتز، ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل كلوكايه بتيجي كل 1 مايكرو سكند. يعني شوف انا عديت كام عده في التايمر، واضرب يعني انا عديت 100 عده، فاضرب ال 100 في 1 مايكرو سكند، يبقى الوقت اللي فات من بدايه الشغل مثلا لغايه ال 100 عده، عدى معايا ايه؟ 100 مايكرو سكند. فانا بقى يا وانا كنت في كل 100 مايكرو سكند اعمل اكشن معين، فانا اروح انفذه دلوقتي. حلو، بدانا بقى نشوف ان في اكتر من مود معايا في التايمر. فقلنا ان في حاجه اسمها نورمال مود، في سي تي سي مود، في الفيس كوركت بي دبليو ام، وفي الفاس بي دبليو ام. معلومة كده عشان حتى لو كنت شفتها في الفيديوهات اللي فاتت تبقى مذكورة هنا، السي تي سي مود ده اختصار ليه يا شباب؟ ده اختصار لحاجة اسمها كلير تايم اون كومبير، اللي هو يعني بيصفر التي سي ان تي اللي هو الريجستر بتاع التي سي ان تي لو حصل كومبير ماتش ما بين التي سي ان تي والاو سي ار. جميل جدا، تعالوا نبدأ مع بعض سريعا في النورمال مود. النورمال مود احنا قلنا ان هو دون اللي هو انت بتستخدم التايمر في ابسط صوره اللي هو البيزك، هو قاعد بيعد بس، فبيعد عد معاك من 0 ل 255. يوم يوصل ل 255 بيعمل حاجتين، بيست الفلاج بتاع الاوفر فلو وينزل تاني لصفر. جميل، طب هو لو عمل لك الفلاج بتاع الاوفر فلو، لو انت دي تي مؤاخذه يا شباب، لو انت عامل انيبل للانتربت، فبتلاقي ان الفلاج بتاع الاوفر فلو بيروح بقى، ده في انيبل انتربت، بيروح ينفذ الاي اس ار بتاع الانتربت بتاعك ايا يكن انت كاتب جوه ايه. بعد كده اتكلمنا برضو في النورمال مود، قلنا ان انا ما ينفعش اعدي من صفر اكس، لازم اوصل لايه؟ ل 255. يبقى الشكل ده يا شباب في النورمال مود غلط، ما ينفعش يتنفذ. الشكل التاني في النورمال مود، والله انا مش عاوز ابدا من صفر يا عم، انا عاوز اعد مثلا 10 عدات، وكل 10 عدات يرفع لي الاوفر فلو فلاج عشان اروح انفذ كود معين في الانتربت. اعمل ايه؟ والله خلاص ساعتها هنيجي هنا نقول له ان التي سي ان تي يا شباب بيعمل ايه؟ اقول له ان التي سي ان تي، التي سي ان تي ايكوال كام؟ 265 256 ناقص كام؟ ناقص انا عاوز اعد 10 عدات بس، صح؟ انا عايز اعد 10 عدات، يبقى اقول له هنا ناقص 10. الاوتبوت اللي هيطلع اللي هو 246، كده الاس ان تي هيبدا كل مره من اول 246، يعني الاس دي هتبقى 246 لغايه هنا، فيبقى عد 10 عدات وينزل. طب دي كده لو انا كتبتها في المين هتتنفذ مره واحده وهينزل تاني من الصفر، فايه اللي يحصل لو انا عاوزها تتنفذ على طول؟ يبقى ساعتها اروح في الكود بتاع الاي اس ار اللي هيتنفذ، اقول له برضه ان التي سي ان تي بتساوي 256 ناقص 10 عشان يروح كل مره
يبدأ من عند 246 لغاية 255 ينزل تاني وهكذا، فيبدأ بس يعد 10 عدات كل مرة، كل مرة يطلع لي الأوفر فلو فلاج ويديني الانترابت أروح أنفذ اللي أنا عايزه. قبل ما ندخل على التلاتة مود التانيين، تعالوا سريعا نتكلم في حاجة هنا. هل ده الشكل بتاع تي سي ان تي عندك مثلا ويرجستر يعني، وده لو حصل مثلا يعمل لك الفلاج بتاعك، ولو انت عامل انيبل يعمل لك الاي اس ار بتاع الانترابت. جميل جدا. دلوقتي احنا عاوزين نتعامل مع شباب، عاوزين نتعامل مع البي دبليو ام. طب البي دبليو ام يا شباب، لو انت عاوز تتعامل معاه سواء انت تطلع بي دبليو ام التايمر او تخلي التايمر يقرا بي دبليو ام خارجيه عشان يحسب لك شويه حاجات معينه مثلا، فنبدا نتعامل مع تو يونت جداد، واحد اسمه اوتبوت كومبير يونت وواحد اسمه انبوت كابتشر يونت. مش عارف ليه انا حطيت هنا اس، سيبك من الاس دي. المهم لو بعوض الفيديو على الفاضي بقى، معلش يا شباب. المهم معانا ان هنا في الاوتبوت كومبير يونت احنا بنستخدمها ليه يا شباب؟ بنستخدمها عشان نطلع بي دبليو ام. طب ازاي يا باشمهندس تطلع البي دبليو ام؟ والله كل ما في الموضوع ان تي سي ان تي زي ما احنا اتفقنا بيعد من 0 255، ما اختلفناش على كده. انا بحط هنا قيمة وليكن 20. اول يا شباب ما تي سي ان تي يوصل ل 20، هو الاخر بيقارن كل مرة بمين؟ بالاو سي ار. اول ما بيوصل ل 20 يبقى تي سي ان تي بتساوي يا شباب الاو سي ار. ايه اللي بيحصل؟ بيديك ان هنا في فلاج ان حصل كومبير ماتش، عشان لو انت عامل انتربت مثلا يحصل في الفتره دي. المهم بيديك هنا الفلاج تقدر تطلع بقى لو انت عامل انيبل انتربت، وفي نفس الوقت بيعمل اكشن على البنه دي. الاكشن دي ليها احتمالات كتيره طبعا هنشرحها دلوقتي مع بعض، بس بقى ايه الاكشن ده؟ اللي هو يغير حاله البنه. فلو البن دي كانت هاي بيخليها لو مثلا، لو كانت لو بيخليها هاي. ففي الاخر هتلاقي ان الاول بتاعك بقى عامل كده، فساعتها قدرت تطلع يا شباب، قدرت تطلع ويف هنا، هي اللي هي شكلها بي دبليو ام اهي، عن طريق اليونت دي. جميل. وقلنا ان في 3 طرق او 3 مود من خلالهم تقدر تطلع الويف دي، كل واحده ليها معدل فريكوانسي، وهنشرحهم تاني دلوقتي سريعا مع بعض. دي اول حاله لو انت عاوز تطلع بي دبليو ام عندك من التايم. طب لا انا عاوز في بي دبليو ام داخل، فهتروح مدخلها فين يا شباب؟ هتروح مدخلها على البن دي. طب انت دخلت البي دبليو ام هنا، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت البي دبليو ام شكلها عامل كده، فهو كل لما يحصل رايزنج او فولينج ايدج، تمام، دي رايزنج دي فولينج اهي، فده بالنسبه له ايفنت. فكل لما يحصل ايفنت ايه اللي بيحصل؟ بيروح ياخد القيمه بتاعت التي سي ان تي يحطها لك فين؟ يحطها في الريجستر ده. يبقى هنا في الاوت كومبير يونت هو بيقارن ما بينهم، لو وصلوا زي بعض يديك الايفنت ويغير حاله الاو سي بين. هنا لو الايفنت جه بيروح ياخد دي كوبي ويحط لك فين؟ في الاي سي ار. الاي سي ار عشان الاي سي ار عشان لو انت عامل، وده المفروض تبقى انت عامله طبعا، هيرفع لك هنا الفلاج، فبتروح بقى تنفذ الاي اس ار. فالاي اس ار في ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتروح رايح واخد قيمه الاي سي ار دي. فتبدأ أول مرة مثلا لو احنا جينا نقرأ، أدي 1 2 أدي 3 أهو. أول مرة يجي لك فولينج ايدج مثلا، فتروح واخد القيمة وسميها تي 1، تاني رايزنج ايدج فتاخد القيمة سميها تي 2، أدي تي 3. تبدأ تحسب بقى إن الجزء ده هو الهاي والجزء ده هو اللو، فكده قدرت توصل للديتو سايكل وقدرت توصل للبيريود كاملة، تقدر تحسب برضو من خلال الفريكوانسي. كده احنا عرفنا شكل التايمر بتاعنا من جوه بيبقى عامل ازاي، وقلنا الجزء ده بيتضاف فين يا شباب؟ بيتضاف في التايمر 1. نرجع تاني هنا وننزل في الجزء ده، فنبدأ في السيتي سي مود. السيتي سي مود يا شباب قلنا ان انت بتروح تكتب بقى في الاوت كومبير يونت، تكتب قيمة معينة، فهو بقى بس بقى ايه لما بيوصل لها بيعمل كومبير ماتش، مش بس بيغير في الاو سي بن، لا ده بيرجع التي سي ان تي لصفر تاني عن طريق الهاردوير. انت مش بتدخل، هو اوتوماتيك لما يساووا بعض يرجع التي سي ان تي لصفر. حلو كده. وقلنا ده هون بيحصل لما يوصل للحته دي، بيحصل لك هنا اللي هو الفلاج بتاع الكوبير ماتش عشان انت عامل انيبل يفعل لك الانتربت اللي انت عاوزه. وقلنا ان الشكل ده ان هو الرسمه هو اللي موجوده في اللهم صل على محمد
اللي موجودة يعني في الداتا شيت، فهو هنا زي ما انت شايف دي أعلى حاجة مثلا هو وصل لها هو، فبالتالي هو هنا لما وصل رجع تاني لصفر، لما وصل رجع تاني لصفر. فالشاهد من الرسمة دي يعني اللي هو ما بيوصلش يا شباب، ما بيوصلش الماكسيمم بتاعك. طب هل هنا الـ OC دي بتعمل ايه في الأوت؟ أقول لك والله ده هو ممكن يخليها توجل، ممكن يخليها تعمل كلير، ممكن يخليها تعمل ست، ممكن يخليها تعمل حاجات كتير. المهم ان هو بيقدر يتحكم فيها بتعمل اكشن معين. بعد كده دخلنا في الجزء الجديد اللي هو الفيس، الفيس كوركت بي دبليو ام. الفيس كوركت بي دبليو ام في واحدة فيهم غلط، دي فاست بي دبليو ام. تعالوا نعمل ايه يا شباب، نيجي كده نوقف ستوب نكمل بقى. هنا دلوقتي الفاست بي دبليو ام، الفاست بي دبليو ام يا شباب اتفقنا ان هو هيبدأ يعد معاك من الصفر لغاية 255، يبقى دي كده 205 وكام؟ 255. حلو. برضو يا شباب قلنا ايه، ان هو من الصفر ل 255 هيطلع 1 بيريود فين؟ في البي دبليو ام بتاعتك. يبقى من الصفر ل 255 هيطلع 1 بيريود في الاوتبوت بتاعك. حلو جدا. طب الرسومات دي انا عشان افهمها صح يا باشمهندس افهمها ازاي؟ يبقى ساعتها لازم نضطر ايه يا شباب، نبص على الجدول ده. طبعا الجدول ده برضو منين؟ من الداتا شيت. جميل. يبقى كده اول حاجه من 0255، يبقى دي كده هيطلع لي على الاوتبوت هنا ايه، اللهم صل على محمد، 1 بيريود اللي هو هاي ولو. يبقى كل 256 عده هيطلع لي هاي ولو اللي هي 1 بيريود. ادي اول نقطه. تاني نقطه بقى، افهم انا بقى ازاي الحته دي يا باشمهندس. انا لو مسحت كده انت كلها مش سيب لي الرسمه دلوقتي. بص يا باشا، انت هنا بيقول لك عشان تفهم الرسمه دي لازم تبص على الجدول دون. فهنا احنا مش عاوزين دي ولا عاوزين دي، احنا هنشتغل على انهي، على المده او المده. واحد فيهم حاجه اسمها نون انفرتنج مود، واحد اسمه انفرتنج مود. فتعالى اول حاجه النون انفرتنج مود اللي هو الرسمه دي، الرسمه اللي فوق دي، والانفرتنج مود الرسمه اللي تحت دي. تمام كده يا شباب؟ هنا بيقول لك في النون انفرتنج مود انت بتعمل كلير لما يحصل كومبير ماتش، وتعمل ست في البوتوم. حلو. بص ادي هاي، فهو من هنا لهنا هو حاطط اصلا قيمه الاو سي ار هنا وهنا فين؟ عند الماكسيمم. طب ما الماكسيمم يا شباب بيجي على طول معاها الايه؟ يعني هو اول ما يوصل ل 255 بيعمل فلاج ويرجع صفر، فيعتبر الماكسيموم وراه على طول ايه؟ البوتوم، في نفس الكلوك يعني. فبالتالي هو شايف ان الاو سي ار ايه وراه البوتوم، فبيفضل مخليها ايه؟ هاي، عشان البوتوم بيعمل معاه ايه؟ بيعمل معاه ست. فعشان كده الحته دي هو بدأ هاي، ولما جه هنا فضلت هاي، ولما جه هنا فضلت هاي. طب اتغيرت امتى وبقت له يا شباب؟ اتغيرت لما وصل لقيمه السي تي، سي تي ار، الاو سي ار يا مؤاخذه، الاو سي ار. يبقى كده هو هنا غير قيمه الاو سي ار، عمل لها ابديت اهو وخلاها فين؟ عمل لها ابديت وخلاها هنا، فغير القيمه وخليها ايه؟ ينزل لو، عشان لما بيحصل كومبير ماتش بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل كلير، فرجعه لو. وبعد كده طلع هاي تاني فين؟ في البوتوم، ورجع تاني لو لما حصل كومبير ماتش للاو سي ار. فضل بقى هكذا. فهو بيقول لك بقى انت تقدر تغير القيمه بتاعت الهاي واللو بناء على انت تغير القيمه بتاعت الايه يا شباب، بتاعت الاو سي ار. شفت انت كده؟ هو كل لما بيقرب الاو سي ار من الماكسيمم بيتخلي قيمه اللو هنا ايه؟ قليله. كل ما بعدها كل ما قيمه اللو دي بتزيد، بعدها خالص عن الماكسيمم قيمه اللو ايه؟ زادت خالص. العكس معانا هنا، بدل ما كان بتخليه يعمل ست او يخليه هاي في الجزء بتاع البوتوم، لا انت بتخليه يبقى لو. ففضل لو، حصل اللي هو الكومبير ماتش، قال لك هتخليه ست، فحول له من لو لهاي. بعد كده جه البوتوم تخليه لو تاني، بعد كده رجع هاي. فبدأ هنا بتتحكم في ايه؟ بتتحكم لما انت تغير قيمة الاو سي ار، بتتحكم فين يا شباب في الرسمة دي؟ في الهاي. فهو لما كان قريب من الماكسيمم الهاي قليلة، بعد شوية عن الماكسيمم الهاي زادت، بعيد خالص عن الماكسيمم الجزء اللي هاي ايه؟ زاد جدا. تمام يا شباب؟ كده دي الرسمة شرحناها، شرحنا الجزء دون نفهم منه ايه يعني. طبعا قلنا دون بيطلع على ايه؟ على البناية دي. اخر حاجة معانا الفريكوانسي، قلنا الفريكوانسي اللي طالع هو الكلوك اللي داخل اهو على الان، بحيث ان الان دي
اللهم صل على محمد، بحيث اللي ان الان دي هي البريسكيلر اللي انت بتقسم عليه مضروب في كام يا شباب؟ 256، عشان احنا اتفقنا ان كل من 0 ل 255 يعني 256 عد، كل 256 عد بيطلع لك يا شباب، بيطلع لك هنا هاي ولو واحده اللي هي 1 بيريود، ماشي؟ عشان كده قسمنا هنا في الاخر على 256. جميل جدا. كنا نسينا نتكلم في السي تي سي مود على ال، انا نسيت اصلا احط ال بدل الفريكوانسي بتاعها. تعالوا كده هنا ايه، رسمة سريعة. تمام، احنا دي مش ال 255، دي قيمة ال OCR. حلو. المهم يعني دي كده اللي طلعت فوق هنا كده، ده ال 255، دي كده قيمة ال OCR. تعالى الاول الكلوك على ال N، ده كلوك ايه التايمر اللي هو كلوك اللي داخل على البريسكيلر. حلو. بعد كده عاوزين نفهم الاتنين، وعاوزين نفهم قيمة الايه ال OCR زائدين. تعالى بقى، انا دلوقتي لو داخل من هنا لهنا كده وحصل هنا كومبير ماتش، ادي دي كده الحتة دي، ماشي؟ الاوت اللي قصاده هيطلع ايه؟ هيطلع هاي، ماشي كده؟ حلو. بعد كده هيجي من هنا لهنا كده هيطلع اللو، فيبقى الجزء ده كده كله، ماشي؟ الجزء ده كده من اول هنا كده لهنا طلع لنا يا شباب، طلع لنا 1 بيريود كامل البي دبليو ام على الاوتبوت، على اللي هي البنيه بتاعت الاو سي دي. جميل جدا. يبقى انا افهم من ايه؟ اول حاجه ان الاثنين دي عشان انت بتعد مرتين، ماشي؟ بتعد مرتين قيمه الاو سي ار يعني. تاني حاجه هنا الاو سي ار، خلاص انا عارف ان انا بحط قيمه الاو سي ار. طب الواحد دي جت منين؟ عشان انت بيحصل لك التوجل على البنايه في النيكست كلوك، ودي كنا شفناها فين بالظبط؟ في الداتا شيت لما كنا بنشرح الفيديو بتاع ديان بالظبط. ساعتها حتى كنت انا بشرح الاثنين دي بناء على ايه، اللي انا كان معايا من صفر لواحد ورحت كاتب في الاو سي ار واحد، فهو كل شويه هيعد عده ويما ويعني يلاقي ان في حصل كومبير ماتش، فيبدا يطلع لك او يغير البنايه اللي تحت. فكنا بنعد بقى كام كلوك دخلت للريجستر، او عدينا مع بعض كام كلوك دخلت للريجستر، وشفنا البي دبليو ام اللي طلع شكله عامل ازاي. فلقينا اللي احنا كنا مدخلين هنا 4، وطلع لنا هنا كام؟ طلع لنا هنا 2 بس. ساعتها قلت لكم يعني كنت بشرح ساعتها الاتنين دي. جميل. يبقى كده يا ريت ايه دي تبقى وصلت، ولو دي لسه فيها لبس هي ترجع الفيديو بتاعها في الفيديوهات اللي فاتت بتاعت التايمر، يا اما تبعت في الكومنتات وان شاء الله هحاول اشرحها لك يعني تاني. المهم كده احنا برضو شرحنا الفصل بي دبليو ام، فاضل معانا اخر حاجه الفيس كوركت بي دبليو ام. الفيس كوركت بي دبليو ام نفس النظام، انت بيبقى عاوز تطلع الاوتبوت كومبير يونيت، فبتطلع له هنا القيمه بتاعتك اللي هي البي دبليو ام، يعني بيطلعها على البنايه دي. خلاص. احنا دلوقتي عاوزين بقى نعرف احنا نطلع هنا ازاي عشان نفهم الرسمه دي. نفس النظام، قال لك انت تعمل كلير، ماشي؟ لما يحصل كومبير ماتش وانت بتعد اب كاونت، وتعمل ست في لما يحصل كومبير ماتش اثناء الداون كاونت. هنا العكس، ست لما بتبقى كومبير ماتش في الاب، وهنا كلير لما يبقى كومبير ماتش في الداون. جميل. تعالوا هنا كده يا شباب نبص على الرسمة. هنا دلوقتي 255 هو اعتبرها على إن هي آخر عدة، حسب ما هو كان بيعمل أب. فتعالى على الرسمة اللي فوق قال لك هتعمل إيه؟ كلير، فنزل خلاها صفر. هو قاعد بيعمل داون، ماشي؟ داون كاونتنج، فلاقى إيه يا شباب؟ لقى قيمة الـ OCR تاني، فراح خلاها فين؟ خلاها أب. فضل يعد لغاية ما قابل الـ OCR في الايه يا شباب، في الاب كاونتنج. تمام، فالاب هيعمل كلير، فضل ماشي لغايه ما قابل الاو سي ار تاني في الايه يا شباب في الداون، فخلاها ايه؟ هاي. فضلت هاي لغايه ما قابلها تاني يا شباب فين؟ في الاب. يبقى كده من الاخر هو بيغير القيمه بناء على ايه يا شباب؟ بناء على الاو سي ار. لو الاو سي ار قابلها اثناء الاب كاونتنج بيعمل كلير في اول رسمه ديت، ماشي؟ ولو قابلها في الداون كاونتنج بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل ست. تعالى في الرسمه اللي تحت فهو عكسها، لو هو قابلها وهو شغال في الاب كاونتنج بيعمل ست يخليها واحد،
ولو قابلها وأثناء ما هو الداون كاونتنج بيعمل كلير. الفريكوانسي طبعا يا شباب اللي هو الفريكوانسي على ان اللي هو البريسكيلر عشان يبقى ده الكلوك اللي داخل التايمر في 510. يبقى كده يا شباب ده اللهم صل على محمد، ده الفريكوانسي اللي هيقدر او هيقدر تطلعه فين في الجزء ده. وعرفنا طبعا ليه 510 مش 512، والشرح بتاعها كان في الفيديو بتاع الجزء بتاع البي دبليو ام. اختصارا للوقت هتلاقي ان ده ما بيتعدش مرتين ولا ده بيتعدي مرتين، هو هنا العدة دي مشتركة في الأب وفي الداون، دي مشتركة معاك يعتبر في الداون وفي الأب، فبالتالي بيعتبر إن هنا هتطرح مرتين تطرح رقمين، فبدل ما 512 بقى 510. كده تقريبا احنا قلنا كل حاجة على التايمر كريفيجن. مش عارف بقى إن كنت نسيت حاجة ولا لأ، حتى اليونت كابتشر يونت كنا قلناها في البداية خالص تقريبا. طبعا لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وتشترك معانا في القناة، ولو حسيت المحتوى مفيد تعمل شير للفيديو بحيث انه يوصل لأكبر عدد من الناس ويفيد الناس معانا برضو، والقناة برضو محتوى مفيد برضو تعمل لها شير وتفيد أكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.